السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعينا متتبعي قناة شوف تي في، قناة الشعب، قناة الأولى على الصعيد الوطني. مرحبا بكم ونحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتلاقاو بكم من جديد من أجل المد لكم بمجموعة من الأرقام، مجموعة من الإحصائيات اللي كتهم فيروس كورونا. كما كتعرفوا أنه المملكة المغربية هذه تقريبا سنة وشهر والفيروس عايش معنا ومتعايشين معاه أيضا، ولفنا ولينا حاضين راسنا منه، ولينا كنعقمه، ولينا كنديروا مجموعة من الأشياء اللي كتحمينا، والحامي هو الله سبحانه وتعالى. إذن في إطار تتبع ديال قناة شوف تي في لمجموعة من الإحصائيات اللي كتوصلنا بطبيعة الحال من طرف وزارة الصحة، كنحاولوا أننا نعطيو لكم هاد الإحصائيات بطبيعة الحال بشكل دقيق، يعني بدون زيادة أو نقصان أو أي شيء من هاد القبيل بطبيعة الحال. المملكة المغربية والحمد لله يعني بدينا كنشوفوا ان العدد ديال الحالات اللي بقاو حاليا كيتعالجوا يعني واحد 3000 اخواني او اكثر بقليل، 3200 او 3300، هادو هما الناس اللي باقيين حاليا كيتعالجوا فقط، يعني كاين النص في المنازل والنص في المستشفيات اخواني. الحمد لله هذا شيء يبشر بالخير، ومي كنشوفوا 3000 فقط اللي بقات، إذن الأمور تسير بواحد الشكل اللي هو رائع. وزارة الصحة تعلن هذا اليوم عن إصابة 439 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، يعني 24 ساعة اللي دازت سجلنا 439، والإجمالي ديال الإصابات فيهم الوفيات وفيهم الناس اللي براو بطبعة الحال 492842. أما بالنسبة للحالات ديال الوفيات، فالوفيات للأسف الشديد ارتفعوا اليوم شوية بكل حقيقة وكل صراحة بطبعة الحال متتبعينا، الوفيات ارتفعوا ل 11 حالة وفاة ليصل العدد إلى 8786. حالة شفاء ولله الحمد، كنهضروا على حالة شفاء، وانا عارف هادشي اللي كيهمكم متتبعينا، كيهمكم هاد الشهادة اللي ديال حالة شفاء. فحالة شفاء متتبعينا بلغات 507 في هاد 24 ساعة الماضية، يعني هاد 24 ساعة الماضية براو 507 ديال المواطنين والمواطنات. اذا الناس اللي باقيين كيتعالجوا حاليا، الناس اللي باقيين كيتعالجوا يعني اكثر بقليل من 3000. فكنا كنفكروا بزاف هاد الناس اللي باقيين، كانت 10000 12000 اللي باقيين في المستشفيات، لكن الحمد لله بفضل المجهودات ديال المواطنين، الاطقم الطبيه، الاطقم التمريضيه، استطعنا متتبعي قناة شوف تي في أننا نتجاوز مرحلة الخطر في المملكة المغربية، وهذا الشيء اللي خلى المملكة المغربية أنها ترحب بالجالية في عملية مرحبا 2021. فهنيئا للجالية المغربية بزيارة المملكة المغربية إن شاء الله خلال شهر 6 7 8 9. دمتم في رعاية الله، كنا معكم في هذه الحصيلة ديال هذا اليوم، إلى الملتقى إن شاء الله، مع السلامة.